مولود العذراء بيحمل لك هالأسبوع مناخ حلو، مناخ فلكي مناسب وطالع مميز للبناء والعطاء وكسب المال كما التأييد. بتقدر تحط النقاط على الحروف وتحدد أولوياتك مع القمر الجديد ببرجك لجانب الشمس السبت بين السبت والتنين، يعني بيعطوك دفع جديد لأعمالك لمصاريفك. في عندك تسهيلات قدام مشروع رح تحققه. وجود الشمس أيضا ببرجك والمشتري ببرج الحمل بيتحدث عن إنتاجية كبيرة وفرص مهنية نادرة واستثمارات ناجحة. يعني باختصار أجواء ولعانة ناجحة رابحة ممتازة بتحقق فيها أمنياتك وبتجسد رغبات كانت حتى الآن بعالم الأوهام. رح تباشر بكل شيء أساسي مغير تماما لتوجهاتك السابقة. كمان رح تتلقى المساعدة الكبيرة لتحقيق أهدافك أو مشروع مهم مع وجود القمر بالميزان الثلاثة والأربعة، وبيدق الحظ بابك وبيفتح قدامك مجالات واسعة وفرص استثنائية لازم تلتقطها حتى تحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كافة الأصعدة. نوصل لعطلة الأسبوع مع وصول القمر للعقرب الصديق الخميس والجمعة، يومين حلوين تزدهر فيهم الاجتماعيات واللقاءات وبخليك تشعر بارتياح وفخر واعتزاز. بتحميك التأثيرات الفلكية الداعمة وبتوعدك بالأفضل وبتزودك بقدرات كثيرة وعزيمة كبيرة ومعنويات مهمة بتقدر تلاقي فيها التأييد والمساعدة، يعني مرحلة من التجدد والتطوير الفريدة، وبتتحرك بسرعة وبتركض بكل الاتجاهات وبتطير بجوانح الأمل والحماس وبتفطرح أفكارك بذكاء، أسلوبك سلس، توصل لنتيجة مهمة وناجحة. وبتعرف فترة مزدهرة على الصعيد الاجتماعي، فترة مليانة بالمفاجآت الحلوة والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة. أسبوع مليان بالانفراج والأخبار الحلوة، لكن الدبلوماسية دايما مطلوبة منك. عاطفيا بدك تنتبه وتكون متحفظ كثير، تبتعد عن الحساسيات، يعني في بالأجواء معاكسة عاطفية مع وجود زهرة بمواجهة برجك من الأسد بسبب لك بعدم استقرار بحياتك العاطفية والعائلية. انتبه، ممكن تتعرض لأزمة أو جرح بحياتك العائلية أو خلاف مع حدا من الأولاد. أما العازب من الممكن أنك تواجه بعد العرائيل، مشان هيك عليك أنك تعيد النظر بعلاقتك العاطفية الحالية.